لكن خلينا اتكلم مع حضراتكم يعني في بعض المكاسب، يعني المكاسب اللي شفناها في مباراه امبارح. اولا النادي الاهلي بيكسب بثلاثيه، اعتقد دي المره السابعه او الثامنه ثلاثيه نظيفه في مشوار الدوري. بنتكلم على بعض العناصر اللي ظهرت بشكل اكثر من رائع رغم الغيابات الكثيره لبعض اللاعبين الاساسيين، منهم محمد هاني ومنهم كهربا ومنهم يعني بيرسيتاو شارك في جزء من المباراه، حسين الشحات، بنتكلم على حمدي فتحي في بعض الاصابات، ولكن الاهلي دايما بما حضر. والمباراه امبارح الحقيقه مباراه يعني هي تسخين واستعداد ان شاء الله قدامنا اربع مباريات كمان في الدوري ونحسم ملف الدوري العام. بنحسم ملف الدوري العام، ولكن في بعض الناس بتسبق الاحداث شويه. طيب هو بيفكر ازاي كولر في المرحله اللي جايه؟ المرحله اللي جايه الحقيقه مرحله محتاجه شغل كبير جدا جدا. كسبنا بطوله خلاص قفلنا على الجزء ده، كسبنا بطوله افريقيا بشكل اكتر من رائع، عندنا يا جماعه بطولات كثيره جدا، واحنا كنادي وكفريق وكجماهير وكاداره ما بنقبلش غير بالبطولات. يعني النادي الاهلي عنده بطوله كاس مصر خلاص، يعني يوم الاحد في مباراه مع فريق منتخب السويس النادي الاهلي بيستعد لها، كمان بعديها في كل ثلاث ايام مباراه في الدوري. ان شاء الله النادي الاهلي اربع مباريات كمان ويحسم بطوله الدوري بشكل رسمي. لكن بدات الناس تتكلم وبدات الناس تقول طب هو كولر بيفكر ازاي؟ هل هيدفع بالناشئين اولاد من قطاع الناشئين؟ هل هيدي الفتره اللي جايه فرص للناس اللي ما لعبتش خلال الفتره اللي فاتت تكون موجوده؟ الحقيقه كل دوت يعني محتاج تنظيم ومحتاج استراتيجي كويس قوي من مارسيل كولر اللي بيعمل الروتيشن بشكل اكتر من رائع في الفترات اللي فاتت. يعني كمان الفترات اللي فاتت عايز اقول لحضراتكم كان في ضغوط كبيره جدا على النادي الاهلي في المباريات الافريقيه وفي الدوري وفي الكاس وكاس السوبر، واحنا شفنا البلان وشفنا الاستراتيجي اللي حطها كولر الحقيقه وكان شكلها اكتر من رائع. عمليه الروتيشن في وقتها، دفع اللعيبه في وقت معين من المباراه، الريكفري الاكتر من رائع، الحمد لله تاتش وود، عندنا يعني عدد من الاصابات قليل الحمد لله مقارنه بالسنه اللي فاتت. فده بيقول لك او بيديك انطباع ان الراجل شغال بشكل علمي، الراجل شغال معاه ستاف على اعلى مستوى، شغال كمان باستراتيجي ازاي ادفع لعيب واجيب لعيب يريح في وقت معين. كل دوت الفتره اللي جايه هيبان بشكل اكبر. ويمكن هو في بعض الاحاديث قال يعني ما تسالنيش هلاعب يعني الناس اللي ما بتلعبش او هلاعب حد من قطاع الناشئين دلوقتي، بطوله الدوري لم تحسم، ده من كلام كولر، بطوله الدوري العام لم تحسم بعد، ولكن يتبقى ان شاء الله اربع مباريات فوز للنادي الاهلي باذن الله ويتوج رسميا ببطولته المفضله رقم 43. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا.